أنا ساندا زوجة جيلسون سيلفا عندها توضيح معناتها في خصوص القضية متاعها، وشنو تداول في وسائل العالية في المدة الأخيرة؟ والله اش باش نقول لكم، كلمة مظلومة وشوية. أنا كان وصلت معناها تكلمت اليوم قدامكم سيكو على خاطر بنتي اللي هي الصغيرة، شنو معناها نهار آخر باش يكون عندها قدام العبيد، وكيفاش باش تمشي تقرا وتعرفوا الصغار معناها في بعضهم، والوالدين باش يبداو يتكلموا معناها بنتي شنو الافنيغ نتاعها كي تبدا تسمع وتسمع معناها لي زونغيستخومون نتاع جوهر اف ام ونتاع الدنيا الكل، فهمتني شنو باش تكون عند شنو الافنيغ نتاعها. صحيح بنتي فرنساويه، صحيح انا فرنساويه، اما بلادنا تونس، انا نحب نعيش في تونس تو سامبلومون. هما يردوا فيا انا سرقت له فلوسه، يا خويا وريوني بلكش عندي فيلا ولا ابارتمون باسمي، ولا عندي بي ام دبليو قدام الدار، ولا عندي ما وريوني وين هما الفلوس. يا خويا كان عندكم فلوس باش انا عندي فلوس وريوني وين برا، مشيو هاو نعطيكم الكونت بتاعي برا، شوفوا كونت امي بابا اختي عائلتي صحابي كان تلقاو فيهم فلوس بالزيد كيما يحكيو هما مليارات، ان شاء الله حتى كي يكون مليون ولا زوز. اذا كان انا بابا عم ناول هو يلعب في الكيف، هو اللي معايشنا على خاطر جمعيته بتاع الكيف ماهيش تخلص فيه، وعلى خاطر قعد عام كامل يعيش حذانا في الدار وانا وبنتي عايشين هنا، وقت اللي كان يلعب في البرتغال عايشين هنا انا وبنتي، وبابا هو اللي يصرف علينا، وهو ديجا قضيته مع الكيف هو كان عند لافوكا متر عروس، فهمتني. ملي انا من العيد صارت مشكله صغيره والاتوال معناها اللي توا متكفله بيه، وقت اللي هو كان حاجته بها، وقت اللي كان في فورمه وترينا مع الاسبوار نتاعهم وقال لهم راني نلوج على كلوب حد ما تلفت له، علاش توا ولا جيلسون سيلفا بطل؟ اذا الكل معناها باش ترجع لتوال، تيان فلان الفلاني جابوا خرجوا من الفم ما نعرف شنو جابوا درا شنو، تعرفوا عليه انتوما يا اخي شنو عمل معايا وصل لي هدد فيا. انا من يخوش عليه عبد مريض ميسالش يقعد طول عمري بوب بنتي، وانا ما عمري لا قتلو ما تجيش تشوف بنتك، او كونترير نكلم فيه في التليفون مره يهز عشرة ما يجهزش، ونقول له انا ماني طالبه منك حتى شيء، طالبه منك يتهز كي نكلمك تهز التليفون جوست باش بنتك تقول لي كلم لي بابا تسمع صوت بوه. انا وصلت بنتي قاعده في البقعه غاديكه تتفرج على التلفزه تقول لي انا ما عنديش بابا، شنو باش نقول لها؟ انا هزيت روحي جبت لها تصويرة بوها وعندي تصويرتي انا وياه لتو في ستوشي تو نمديها لكم، فهمت. ما انا هو كشخص ما عنده حد شيء خايب، راه عند صحيح مريض في الاخر تبدل، فهمت، تبدل معايا ولا سهريات ولا بنات ولا يروح لي معناها شرب، فهمتني. اما قلت نورمال، وفما امام جامع اللي هو بحدا جامع مونمارتر مشيت له قدامه انا وياه غزر لي الامام قال لي كان الطلق خير، فهمتني. انا كونسيرنون هو مريض ربي يشفيه، بابا شري له الدواء، فهمتني. انا لا نخدم لحد شيء، عندي بنتي ربي فيها، بابا ياخذ له في الدواء، فهمتني. وعنده البسيكياتر نتاعو تشهد، وسبيطار زيدا يشهد اللي انا حبله بثمانية شهور كل يوم نمشي ونجي عليه. انا وصلت طلعت لتركيا حبله بثمانية شهور، حبلة بثمانية شهور وطلعت في الطيارة ومشيت جبته من تركيا، وقت اللي كان مروح هو وبابا كتبوها في الجريدة جيلسون سيلفا عمل ضجة في وسط الطيارة وهبطوه من الطيارة، وشكون مشي روح بيه؟ جيلسون سيلفا مرته مشيت روحت بيه حبلة بثمانية شهور بك الطفلة اللي كنتوا تغزروا لها تو، فهمتني. انا اذا كان عندي فرنك متاعه هو تحت راسي مخبيته حسبي الله ونعم الوكيل، عندي كالطفلة الصغيرة، فهمتني. وانا مانيش مهبوله، واذا كان انا تو نحكي قدامكم سي على خاطر بنتي ني بلوس ني موا اكاهو بنتي، انا بيني وبين ربي كي نحط راسي على المخده نرقد، على خاطر لا انا لا بابا لا امي لا صحابي لا عملوا معاه حد شيء خايب، او كونترير نسيسو فيه. انا عشت مع هو نخاف كي نبدا راقده ما نرقدش، نخاف يقوم يضربني بحاجة. وخرج هو في سوسة عام 2010 وبرش عبيد في سوسة شاهدين، وبرش عبيد في سوسة روه، وبرش عبيد في سوسة كلموني شد راجلك. انا حبلة بثمانية شهور كيفاش باش نشدو عايش خويا؟ يقولوا لي معناها خرجت له امي خرجت له صاحبتي جبناه للدار هزيناه للسبيطار، فهمتني. وفما عبيد قالت هزته للسبيطار، وعبد معين اللي يحب يشكي بيا انا
فكيت له فلوسه، فهمتني؟ قل له العبد هذايا هو عنده ليد وانا عندي بنايه، وحسبي الله ونعم الوكيل. نجم نعرف شكون العبد هذا؟ من غير ما نقول لكم شكون العبد هذا، انا ما انا هو هو ما قالش اسمي كيحكي عليا، فهمتني؟ وانا ما نقولش اسمه زيدا كيف كيف، اما هذايا عبد. صارت حكايه، هو سي معناها كان باش يلقى له كلوب واكسيتيرا، صارت حكايه عرفنا اللي هو ما عنده حد شيء، جينا قلنا له يا خويا السيد هذا عنده عرض في اسبانيا، معناها عمل ريزيلياسيون تاع الكونترا نتاعو تاع المانجمنت، خليه الراجل يمشي على روحه ذا بعد ما معناها بعد ما خرج من السبيطار وحل الماركات وكل شيء. هو فد قال لك انا نحب نلعب وانا نحب نلعب وانا اكسيتيرا، جه المانجر نتاعو القديم اللي جابوا ليتوال هو اللي هزوا لاسبانيا، كي عملنا الريزيلياسيون تاع الكونترا مع هذا فلان الفلاني، هز التليفون زار لي قال لي ريت اللي عملته لي انت هذايا، الا ما رجحوا لك ثاني يوم ثالث. ابه وصلني له النهار هذا، هذاك اش عندي ما نقول. اليوم ثم اتهامات يقولوا معناتها زوجة جيسون سيلفا عندها ميني كوبر وعندها وعندها وعندها، معناتها حتى بعض من حبان نجم الساحلي وحتى بعض من مقربين المدير حكاوا الكلام هذا. الميني كوبر صحيح، خذ لي ميني كوبر، خذ لي ميني كوبر وقت اللي روحنا من غانغون، وقت اللي رجع يلعب مع ليتوال عمل ريزيلياسيون دو كونترا، باش يعمل ريزيلياسيون دو كونترا لازم يخلص فلوس، انا بعت الميني كوبر باش خلصت ليتوال في 38 مليون. وثم شكون زاد قالوا معناتها من بعد الحبايه شاف وقتها البي نتاع الكوب دافريك اتاك معناتها ديريكت جبد الفلوس وما دملك ليك انت، هذوما معناتها اللي يحكي فيه حبايه نجم هذا ساحلي، نحب التوضيح من عندك انت. والله كان خذيت باش نقول لك ما شراليش كادوات نكذب، باش نقول لك ما عشتش معاه عشت الخير والبركه نكذب، اما باش انا خذيت فلوس عملت بهم حاجه ما عملت حتى شيء. الفلوس هيكم فلوس ميم با، هذوك ما مشينا بهم للكابفير وعطى منهم لدارهم وشري منهم بورتابليت هز منهم الكابفير وشري دي بلاي ستيشن ومشي الفواياج الكابفير واكسيتيرا. والفلوس نتاع غانغون اللي العباد تحكي عليها ربح الكوب دو فرانس خلينا بهم الميني كوبر اللي من بعد انا بعتها باش خلصت بها ليتوال كي عمل ريزيلياسيون دو كونترا 38 مليون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الفلوس نتاع غانغون شرينا بهم مبل للدار اللي كنا نسكنوا فيها، المبل هذايا اشترنا بعناه وقت اللي مشينا لاسبانيا وخذاهم هو الفلوس، وكي هو معناها نسى خويا انا هاكم تراو في دارنا لنا عايشين ما نعرفش في لا دارنا لا فيها بيسين لا جاكوزي لا جرده لا حتى شيء، دارنا نورمال كي العباد مش كيفاش يقولوا اقل من العباد وخير من العباد عاديين اوني دي جون نورمو. وانا اللي سخايلو معناها مرت جيلسون كانت محتحته وهو ردها عبده راهو غلط. انا امي ماهيش تونسيه وبابا كان ملاعبي نتاع كوره، فهمتني؟ وبابا كان مدير اوتيل وامي كانت شاده معمل، والفواياجات اللي عملتهم انا قبله هو يعلمهم كان صحابي ولهنا وجماعه اللي يسكنوا بحذانا لهنا في خزيمه، طول عمري نلبس في عز لبسه، طول عمري مبارفن في عز بارفان. وقت اللي عرفني جيلسون سيلفا انا عندي الفيات بونتو نسوق فيها نتاع امي، وعندي بوتيك، عندي بوتيك نتاع حوايج في خزيمه. وقت اللي عرفني جيلسون سيلفا معناها مش انا كنت عايشه في خيمه ولا كنت عايشه، مانيش لا العباد كل واحد وظروفه ومانيش نحقر في العباد او كونتخيغ، فهمتني؟ وهو العباد اللي قالت حتى كانت حرمته معناها باش يكلم امه، حطوا حاجه في بالكم وراس بنتي الغاليه اللي كانت قدامكم اللي انا اللي نلزو باش يبعث الفلوس لامه وبوه، واللي بوه يموت على حاجه اسمها ساندرا، واللي امه واخته وولد اخته وخوه وولد اخته الاخرى انا جبتهم لتونس بريد الكوب دافريك والتشامبيونز ليغ، هو من البلاصه لبلاصه فواياجات، وانا اللي جبتهم حذايا وانا تلهيت بهم شهر، وانا اللي هزيتهم للبحر وانا اللي هزيتهم للخلف للبيسين. والعباد اذا كان معناها عندهم ذكرى بيان سور التوانسه عندهم لا ميموار سيليكتيف، فهمتني؟ قول لهم جيلسون سيلفا عام 2006 ما مرضش وشدته ليتوال في الكلينيك ما سمعتوش بها معناها الحكايه هذيا، انا 2006 ما نعرفوش، شدوه ثلاثة ايام قالوا ديبريسيون وكاف وجون سي كوا وكل، انا قبل ما نعرس سمعت بها الحكايه هذيا، كي جيت نسال فيه قال لي سي اون بريسيون وعبيد، انا بيني وبروحي قلت نورمال عبد وين كان عايش وين ولا عايش سي نورمال معناها باش يدخل بعضه شويه، الراجل كي يخرج معناها من باي نجم يفطر ترانكيلمون العباد تجي اكسيتيرا. من بعد يمرض لي انا اون 2010
وين الحبلة؟ ومشيت لتركيا وروحت بيه وفي السبيطار يوميا. انا الفرملية في السبيطار هذا فرحات حشيد تقرا في الجريدة خاطر تهموني سابق ديجا، معناها هذه انا فاكسيني منها الحكاية. ساندرا شريرة كما نقولوا احنا توا اكتويلمون، جو سوي لينمي بوبليك نيميرو 1 ولا نيميرو 2 بعد المخلوع جي ساندرا، فهمتني؟ معناها انا تجي وتحكيو معايا يا خويا اعطيني لي بروف، يجي يحكي الاخر يقول عندها بروكوراسيون. عندها بروكوراسيون تاع بانكا يا خويا، عندي كنت عندي بروكوراسيون تاع بانكا. اي لو بروبليم؟ راجلي ديما مسافر، خي راجلي ديما مسافر، انا لا نخدم لا حد شيء، سي نورمال جو افوار اون بروكوراسيون. يجيوني يقولوا لي يا خويا راكم، قولوا لي عطوني اش عندي، هاكم تراو فيا كيفاش عايشه. الحمد لله يا ربي مستوره، بابا ما هو منقصني من حد شيء. باش يقولوا بابا، بابا زاد فكلو فلوسه، بابا فكلو مليارات، بابا طول عمره يخدم، فهمتني؟ طول عمره هو يخدم ويكلت علينا، فهمت؟ ومعيشنا اعز عيشه، ناكلوا اللحم وناكلوا الحوت ونخرجوا وندخلوا ونتعشوا في عز البلايص. حكيتوا الكلام هذا الكل بغيف، ما فيش امكانيه ماني باش ترجع بربي سامحني. ما نجمش نرجع له، راني راني نحبه ما نجم، وذاك ابو بنتي وحرام عليا انا، وهاو القران فوقي حرام عليا انا كان نمنعه بشراء بنته. انا مرحبا بيه يجي للدار يشوف بنته على راسي وعلى عيني. مانتنو اني عبد ما عادش نجم نعيش معاه، وجعني برشا، خلطت في جرته برشا، قال لي راني باش نحرقك وباش نقتلك، فهمتني؟ ديغنييرمون معناها الي اغريسيف، وصل عمل ابارامون براكاج لطفله في اريانا كان سمعتوا بها الحكاية، فهمتني؟ باش يقولوا لي عمل براكاج خاطرو ميت شر ولا درا شنوا، سي با سا، صحابو برشا، فهمتني؟ ما يوصلش يعمل الحكايه هذه، انا نعرف، فهمت؟ معناها انا في فيفري كنت نعمل ستة سنين عرس. سوبوندون انا نخاف على بنتي، انا توا نجم نهز روحي ونمشي للسبيطار ونهز بنتي ونهزه له معناها بنته، نهزها له للسبيطار. بنتي عمرها 3 سنين ونص، باش تعمل 4 سنين، تفهم تعرف بوها، عندها تصاور بوها في بيتها. باش ترى بوها في الحاله هذيك، معناها كيفاش انتوما تتخيلوها باش تعيش الطفله هذه؟ انا اذا كان حاجته بيا، مانيش بنت حرام، بابا ماهوش مربيني كيك وامي ماهيش مربيتني كيك، اللي ما بيناتي انا وياه وفي maintenant اذا كان فما معناها سي سي بور غاردي اون بون ريلاسيون افيك لوي، باش يجي يشوف بنته ويتلهي بنته شويه معايا. تخيل انا عاجبني حالي ليا بنتي وحدي، تو صحيح امي وبابا، اما الراجل ما يعوضوا حد راه، والبو ما يعوضوا حد راه. تو معناها انا كحد نيتكم شيخة وعاملة بانكيف وما عنديش راجل وكل، معناها ما عرستش باش نوصل الحالة هذه انا راه، فهمتني؟ متنو انا وياه مكتوب نوفي كيما زوز عباد نورمال. خذيت جوار كورة، عشت معاه اعز ايامات حياتي، عشت معاه برشا مشاكل. متنو كون جو بيز لو بور اي لو كونتر، انا عندي بنية هو اني با ستابل يا خويا، ميو فو بنتي ترى بوها وقت اللي يبدا ستابل، وقت اللي معناها ترى امها وبوها مع بعضهم، كي يبدا بوها لاباس عليه، خير من اللي يبدا عايش معايا وانا وياه في العرك والمعروك، وهو معناها ما يحبش ياخذ دواء. تو سامبلومون هذاك اش نجم نقول، ما فما حتى مشكل. انا ما وجهي ها قدامكم، ما عندي ما نخبي على حد شيء، نمشي راسي عالي، فهمتني؟ على خاطر كلمه بركه نقولها، العبيد اللي قاعده تتكلم بون، فما عبيد معناها ما تعرفش الحقيقه، وهذه سي اون اوبينيون بوبليك. انا معناها نسمع حكايه كيك، نسمع زيد الطرف، معناها نسمع هو الحاكم يسمع طرفين، فهمتني؟ سوبوندون العبيد اللي تحب تصدق تصدق، العبيد اللي ما تحبش تصدق حسبي الله ونعم الوكيل، تو سامبلومون.